القرفان مش عارف شو تسوي بدك شي سبيلي صاحبك المهوي لا تفهمني غلط انا مش قصدي اهوي بس اللي شفته عم اضوي واحد زينك فتح محل ثلج سمعنا نبدأ المياه اليابسة واحد محشش عينوه بوزارة المياه راح على الدوام بالمايو واحد زينك دخل على مطعم قال لهم عندكم حلقات البصل قالوا له اه قال لهم ممكن الحلقة الأخيرة